في النقطه دي تحديدا يا كابتن عبد العزيز، ناس كثيره من جمهور مصر شايفين ان شكل منتخب مصر مش هو ده الشكل اللي احنا متعودين عليه منتخب مظبوط مصر. وخاصه ان الناس بتقارن جيل 2017 باخر ظهور لينا في كاس الامم 2010 و2008 و2006 مزبوط. والكوره والفوز وكوت ديفوار 4 وكاميرون 4. فطبعا لما بنتعادل مع مالي، لما نكسب اوغندا بالعافيه 1-0، لا مش هو ده منتخب مصر. انا معاك. فراي حضرتك ايه في الجزئيه دي، فكره الهويه، فكره الشكل الخاص بمنتخبنا؟ لا، الهويه موجوده، لان الهويه موجوده في شخصيه اللاعب المصري، ولكن العوامل اللي انا قلت عليها دي عوامل يعني ساهمت بشكل سلبي في مستوى الاداء بالنسبه للعيب. كويس. هتيجي بقى لبعض الاخطاء اللي موجوده في الاداء بشكل عام. اللعيب المصري بيعتمد في المقام الاول ايه عشان يفرض اسلوبه؟ في حته الانتشار الجيد مع الاداء المهاري. صحيح. والذكاء الفطري. صحيح. بصرف النظر بقى عن جسمه. مظبوط. ولذلك يعني عشان اختصر في المعنى اللي عايز اوصله، اتفرج على الهجمه اللي احنا جبنا فيها جول امبارح، اللي هي بتاعت عبد الله السعيد. الهجمه دي هي النموذج للاسلوب بتاع منتخب مصر لما يهاجم. الهجمه دي ما اتعملتش طول ال 84 دقيقه. مظبوط. صح خالص. وما اتعملتش حتى بنفس الجمال ده في المباراه الاولى. صحيح. ليه؟ لان الفرقه هنا عملت الحاجه اللي مفتقداها طول المباراه والماتش الاولاني اللي هو بتاع مالي. الشكل الجماعي في التحرك موجود، وسرعه التحول على طول كان فيها سرعه في سرعه التحول وسرعه انتشار، وعدد من اللعيبه انتشار رائع. من اول ما مروان خطف الكوره وبصاها لكهربا، وكهربا اتفرج يعني لو ترجع بالذاكره كده، مروان لعب الكوره وهدفه المرمى. كهربا خد الكوره وبدا يتحرك للمرمى. صحيح. بدا يتحرك في منطقه الوسط محمد صلاح. ومروان كان وصل بقى فبقى فيه بالعرض اللي معاه الكوره، كهربا وصلاح ومروان الاول وعبد الله، وبعدين صلاح، وبعدين كمان جاي من ورا. في تفاوت حتى في عمليه التتابع نفسها. انا عجبني كمان يا كابتن عبد العزيز يعني الهدوء اللي كان عند محمد صلاح لما جه وقف الكوره والارض ما ساعدتوش، ما وقفتش تحت رجليه وطولت منه، ما تسرعش، ما راحش شايط خلاص على لعيبها، لا وقف. مزبوط. وانتظر عبد الله. عملها مرتين. في مره اللي هي خدها على صدره وبعدين وقفها بوش رجله وعمل نفسه هيشوط. هو طبعا محمد صلاح اصبح عنده خبره كبيره جدا في الحته دي، وبرضه بيتحرك بذكاء. شوف انت اللعيبه اللي اشتركت في هذا الهدف، ويا ريت الناس لما تتفرج على الجول ده مره تانية تشوف الفرقه بتاعت اوغندا، هيلاقوا 7 لعيبه بيلعبوا في تقريبا في ربع الملعب اللي هو ناحيه كهربا، ومفيش حد الناحيه التانية خالص. صحيح. فانت اللعيبه بتاعتك عملت انتشار. انا ليه بضرب المثل ده؟ لان الكره ديت هي اللي بتعبر عن المستوى الحقيقي للعيبه مصر. بس انا احساسي كمشاهد وكفني في لعيبه خايفه، في لعيبه بعيده خالص عن مستواها. ده نتيجه يعني مين هم دول في راي حضرتك؟ وده نتيجه ايه يا كابتن عبد العزيز؟ لا مش هسميهم، مش هسميهم لاني قد اكون مخطئ. انما انا احساسي من خلال متابعتي، فانا هتكلم ايه اللي المفروض يتعمله وايه اللي خلاني اقول كده. في بعض اللعيبه يعني الكره اللي انا ذكرتها دي تشعر ان فيها رغبه وفيها مجازفه، مجازفه فنيه، وفيها اراده، وفيها لياقه، وفيها تحرك خطوة، فيها كل حاجه. صحيح. ليه؟ لان اللعيب ساعتها عنده الرغبه الجامده جدا فنفذ كل الواجبات ديت. ففي بعض اللاعبين ما عندهمش الحته دي في الماتشات اللي فاتت. طيب بما اننا اتكلمنا عن اللاعبين، لازم يبقى في مجازفه فنيه، سواء يعني مثلا في لعيب مثلا على سبيل المثال زي طارق حامد. ده لعيب بيبذل مجهود خرافي. صحيح. في الملعب. وبيجازف احيانا بنفسه عشان خاطر مثلا يقطع كوره. مظبوط. في بعض اللاعبين الاخرين محتاجين يعملوا زيه علشان يخففوا الضغط على خط الدفاع. احنا بقى كان في بعض الاخطاء طبعا اللي هي موجوده، وبرده نفس الكلام بالنسبه للناحيه الهجوميه. في بعض اللعيبه كان المفروض ان هي يعني مثلا مروان محسن. مروان من الناس اللي هي برده بيجازف جامد جدا علشان خاطر، لدرجه ان بيجازف ممكن يتعور. مظبوط. يعني في لعبه اتلعبت له مع حارس المرمى واكثر من واحده.
انا ما اقصدش كده ان اللعيب ينتحر او ان اللعيب هنا لازم يعني يبقى، بس حضرتك قصدك الروح لازم يبقى فيه مجازفه او السمه المميزه لينا من فكره الروح المصريه يعني. محمد صلاح في الماتش الثاني نفس الموضوع بيجازف، والمجازفه ديت هي اللي برضو النموذج بتاع الكوره اللي انا بتكلم عنها بتاعت الهدف. طيب اتكلمنا عن محمد صلاح وتريزيجيه عشان وطبعا تريزيجيه ده لسه هرجع لحاجة تريزيجيه ده يعني كمان عمل دلوقتي اداء يعني هايل بس احنا شفنا ثنائي كابتن عبد العزيز يعني في اكتر من لقاء، في لقاء كونغو في تصفيات كاس العالم وامبارح في لقاء اوغندا صلاح وعبد الله السعيد، هل ده تكرار لثنائيات شهيره كانت موجوده في منتخب مصر على مدار السنين؟ ده اللي هنشوفه في التقرير اللي هنشوفه مع حضراتكم مع الساده المشاهدين، ونرجع مع حضراتكم.